فهنا عندنا التفاعلات مال الالكينات. Three major reaction types we have studied اللي هو الاديشن والالمينيشن والسبستيتيوشن. زين الاديشن اضافه، الالمينيشن سحب، والسبستيتيوشن تبديل. فاحنا هسه راح ناخذ باي ملزمه او بال15 مثال الجاي كلهم اديشن اضافه. فخلينا نشوف رياكشن اوف الكينز، العفو اللي هي الكينز او كاربون كاربون دبل بوند اديشن. ذا دبل بوند consist of strong sigma bond and weak pi bond. okay فالدبل بوند انه متكونه من بوندين، الواحده منهم هم واحده منهم راح تكون سيجما والثانيه حتكون باي بوند. therefore the reaction will involve the breaking. فهذا الرياكشن اللي هو مال الاديشن حيكون حيحتوي على شنو؟ حيحتوي على breaking of these weaker bonds. weaker bond حتنكسر البوند اللي هي الباي بوند لان هي الاضعف. where the pi bond is broken and two strong sigma bond are formed. من راح نكسر الباي بوند؟ احنا هذه الباي بوند تربط بين ذرتين سي، اذا كسرتها حتبقى عندي سيجما بوند. اوكي وذرات السي كل واحده منهم راح تحتاج عصره ثانيه، لان كل واحده منهم حتكون مرتبطه بثلاث اواصر وهي بالعاده حتى تكون ساتوريتد تحتاج اربعه. فكسرت الباي بوند راح اضيف لكل واحده منهم عصره ثانيه. خل اوضحها برسم، انه من اكسر هذه الباي بوند اوكي راح اكسرها، فراح اضيف لكل واحده منهم بوند ثانيه، وهاي البوند حتكون سيجما. اوكي فهنا a reaction in which two molecule. اوكي فبهذا التفاعل مال الاديشن حتكون عندي two molecules، الاكس هذا مولكيول واحد والواي مولكيول الثاني. فتو مولكيولز كومبايند تو ييلد شنو؟ A single molecule of a product is called a شنو addition reaction. فاحنا من راح نجيب اثنين من الجزيئات راح ندمجهم سويه اوكي وراح يطلع لي منتج واحد. فهذا التفاعل بصوره عامه، يعني هذا انا عندي جزيء وهذا مولكيول ثاني، هذول المولكيولات الاثنين راح افاعلهم راح يطلع لي منتج واحد. فهذا التفاعل هو addition reaction. The typical reaction of an alkene is electrophilic addition. شنو هذه؟ يعني يقول لك انه بالالكينات التفاعل الاساسي اللي حيصير هو شنو؟ حيصير electrophilic addition، اضافة مركب معين. هذا المركب المعين حيكون محب للالكترونات. يعني شنو؟ يعني addition of an acid reagent. يقول لك هنا or in other word، يعني بصيغة اخرى addition of acid reagent. فاحنا راح نضيف acidic reagent اللي هو يعني شنو؟ اللي هو يعني عامل حمضي او فد مادة بها حامض راح اضيفها للالكينات حتى شنو؟ لان الحوامض هي تكون protonated which is شنو يعني نفسها الالكتروفيليك، فتكون يعني بلس مكتوب عليها ايوناتها بلس اتش بلس. فهذه الاتش بلس تريد الكترونات، واني من راح اكسر البوند حيصير عندي الكترونات قابله انه اسويها اواصر تساهميه. فيجيني الاتش من الشسمه من الاسيد، فراح يكون عندي اواصر تساهميه نفس ما هنا الاكس ويا السي والواي ويا السي. فهسه تتوضح شوي الأمثلة. In many of its reaction the carbon carbon double bond serves us a source of electrons. فهنا مثل ما قلنا انه الدبل بوند من راح تنكسر حتنطينا او حتكون هي مصدر للالكترونات، واني راح افاعلها ويا مركب هو يريد الكترونات، فانا الامور راح تصير تمام لان انا عندي الكترونات واريد مركب وراح افاعل ويا مركب عنده اصلا نقص بالالكترونات او يحب الالكترونات. الكتروفيليك يعني محب او جاذب للالكترونات. فهو التفاعل حيكون بين الالكين اللي هو ورا ما راح يكسر راح يكون محب مليان الكترونات، وراح افعله مركب محب الكترونات. زين
فمنو حي act as a base؟ اللي حي act as a base اللي حي يعني اللي حيكون هو اللي يصرف كبيس اللي هي donate electrons اللي هو منو؟ اللي هو الالكين، هو اللي راح يكون المصدر مادي، هو source of electrons. بس الالكتروفيليك اللي راح يجيني هو حيكون شنو؟ الأسيد اللي يريد أو اللي attract الالكترونات. reagent of another kind free radicals و seek electrons، هاي تقدرون تطفروها بكل بساطة. هسا نجي للريد، أو هي مو تطفروها بس يعني مو ذيك الأهمية. فالإديشن reactions تفاعلات الإضافة. addition of hydrogen هذا التفاعل هو إضافة الهيدروجين، بس شنو؟ كاتاليستيك هيدروجينيشن، اسم الفعل هو شنو؟ كاتاليستيك هيدروجينيشن هيدروجينيشن. فالكاتاليستيك هيدروجينيشن هو شنو؟ إضافة H2 بوجود كاتاليست، الكاتاليست هو عامل مساعد. فأنا راح أجي أضيف هذول ال H2H أوكي، راح أجي أضيفهم لل C. فش راح أسوي؟ راح أكسر الباي بوند أوكي، وأنطي كل C من يومهم H. كسرت الباي بوند وانطيت كل واحدة منهم H، راح تطلع لي انرجي، لان هذا التفاعل يكون exothermic. the reaction is exothermic يعني شنو؟ يعني ينطي حرارة. هذا بكل بساطة. هنا انا بس الكاتاليست منطيني اياه، ترى هو شنو؟ منطيني اياه ni اوكي، والH2 ما كاتبها بلس، انا كاتب خليها على السهم. فين بينه هي كاتاليست هيدروجينيشن، لان عندي كاتاليست عامل مساعد وعندي هيدروجين، فشنو؟ كاتاليست هيدروجينيشن. زين، فهنا شنو الفكرة؟ هنا الفكرة انه بس يعني بهذا التفاعل انه ال H اللي راح اجيبها او من راح اكسر البوند، ال H وين راح اضيفه؟ راح اكسر البوند اوكي، راح اضيف H لكل واحدة من يمهم اوكي، فحتكون عندي مركب اوكي. هو ما اصلا ما بي فكرة، سوري انا خربطت. المركب هو انت من راح تكسر البوند راح تضيف H كل واحدة من يم المركب الذرات الكربون المتصلة بالبوند، فما راح يصير بالدبل بوند طبعا، فما راح يصير عندك اي يعني صعوبة بتكوين الفاينل برودكت، هو اصلا تفاعل من واحدة تام. we have already، لا هذه ما بيها، فهو التفاعل كلش بسيط، شون انه بس تكسر الدبل بوند وتضيف H لكل C اوكي. addition of هالوجين طبعا بس اضيف H لكل C كانت متصلة بالدبل بوند، مو اضيف H-ات السيات يعني ما متصلة بالدبل بوند اوكي. هنا الستيبلتي هم يعني نفس الشيء، انه قد ما تكون الدبل بوند داخل المركب اكثر اوكي، تيرشري او سكندري، يكون افضل، يكون مور ستيبل. الاديشن اوف هالوجين، هنا اضافة هالوجين، الكين ار readily converted by شنو chlorine and bromine into saturated compounds that contain two atoms of halogen attached to adjacent carbons. ويقول لك إنه الأيودين شنو يكون ما يتفاعل fails to react. هذا الايودين يعني انه اني بهذا التفاعل اللي هو addition of halogenation من هالوجين، من اجيب الهالوجين اضيفه الى الى الكين معين، لازم الهالوجين يكون يا اما بروماين يا اما كلوراين، لان الايودين ما يشتغل اللي هو اليود. وبعد شنو هنا أنا كفت شيء، هو تفاعل كلش بسيط يعني همين اجي راح اكسر البوند واضيف كل ذره كربون الوحده اضيف لها واحده من شو اسمه من الهالوجين، فيصير عندي شنو السيفلن او هيك شيء يعني نسيت اسمهم. المهم هم هذول الهاليد الكيلات اللي يحتون على اثنين هالوجينات. فبكل بساطه اجي اكس 2 اضيفها اكسر البوند اخلي الكل سي اكس، ماكو اي تعقيد او اي شيء بهذا التفاعل. التفاعل الثالث addition of hydrogen halides Markovnikov rule اوكي. فهنا addition of hydrogen halides من راح اجي اضيف هذا التفاعل شويه بفكره، انه انا عندي مثلا هنا أنا عندي الكين هذا C double bond C، اجي اضفت له شنو hydrogen halide اللي هو الهيدروجين ويا هاليد معين، مثلا كان HCl HBr HI اوكي. فراح اجي اضيف الاتش
الى وحده من السيات والاكس الوحده من السيات، بس يا هي اللي راح اضيف لها الاكس ويا هي اللي راح اضيف لها الاتش. هنا هي الفكره، هنا انا عندي اثنين، فاذا ضفت الاكس لاي وحده منهم والاتش لاي وحده منهم ما راح تفرق، بس بالمركبات الاكبر راح تفرق. فخلينا نشوف مركب ثاني، مثلا هذا المركب وين مثلا هذا المركب، اوكي هذا المركب اي اضيف له اتش اي، فراح اكسر الدبل بوند، راح اضيف الاتش لذره الكربون اللي بيها اكبر عدد من الاتشات، وراح اضيف الاي لذره الكربون اللي بيها اقل عدد من الاتشات. اوكي انا كان عندي سحب اسحب من القليل والاضافه اضيف للاكبر، فهنا انا صارت عندي اضافه فراح اضيف الاتش للاكبر، راح يطلع عندي هالشكل، ضفت الاتش للاكبر والايون والايودايد ضفته للاقل يعني ضفت الاتش للبرايمري وضفت الاي المن للسكندري. هي حسب قاعده ماركوفينيكوف، وهي قاعده ماركوفينيكوف تقدرون تقروها انه تكون الاضافه للاكبر للي بعدد اتش اكبر، اوكي اللي هولدز ذا جريتر نمبر اوف هيدروجين اتومز، والهالوجين حينضاف للي باقل عدد من الهيدروجين اتومز. هي كل الفكره اللي هنا. بعد هنا عندنا اثنين بيوتين، اوكي اكو مرات ممكن يطلع عندي ايزومرز بهذا التفاعل، اوكي شلون حيطلع عندي ايزومرز؟ مثلا هذا التفاعل هذا المركب اللي هو اثنين بيوتين، الاثنين بيوتين عندنا ذرات الكربون اللي متصله بالبوند، اوكي ذرات الكربون اللي متصله بالبوند اثنيناتهم بهم نفس العدد من الاتش، انا قلت اذا ردت اضيف الاتش اضيفها للي بها اكثر والاي اضيفها اللي بها اقل، زين هنا اثنيناتهم نفس الشيء، فايش راح اسوي؟ راح يطلع عندي مركبين، اذا ضفت الاتش للاولى وضفت الاي للثانيه فراح يطلع عندي مركب معين، واذا ضفت بالعكس فراح يطلع عندي مركب ثاني، اوكي؟ لان هنا بهاي الحاله ما عندي وحده بها اكثر اتش واقل اتش، اوكي؟ فالان مجبور اطلع مركبين، زين من طلعت مركبين حتكون النسب بيناتهم كلش قريبه، اوكي هماتين حسب، لان ما تشتغل على هذا الفتشي ما مشى على ماركوفينيكوف، فتكون النسب كلش قريبه. فهذه هنا ماركوفينيكوف اكستندد، هذه هم تقدرون تقروها وراح توضح لكم انه هاي القاعده حتوضح لكم هاي الحكي اللي حكيته فوق، انه راح يطلع عندنا مركبين لان ما نقدر نضيف بالطريقه مال ماركوفينيكوف، وحيطلع عندنا مركبين ونسبهم متساويه كلش او متقاربه كلش. هنا عندنا ذا اكزامبل هاف انفولد هذه شيء، هذا هو مثال شرح علينا يعني على فشي ثاني، يعني يقول لك انه هذه مثلا ضفت لها اتش بي ار، فالاتش راح اضيفها لذره الكربون المتصله بالدبل بوند اللي بها عدد ذرات كربون اكثر، وتشيز اللي هي هذه السكندري، والبي ار راح اضيفها للتيرشري، فهيطلع عندي الناتج هذا بكل بساطه، او ممكن يطلع عندي هذا. زين ليش طلع عندي هذا وليش طلع عندي هنا هذا؟ هذا هنا حسب شغلي انا يعني صح، وهذا هنا خطا او مو خطا، هذا نت ابزوربت يعني ما ملاحظ. فاني الشغل اللي امشي عليه هو هذا، انه اضيف الاتش اللي بيها اتش اكثر واضيف البي ار اللي بيها اتش اقل. فهنا هم نفس الشيء، وهذا يعني اعاده وشرح صقل ما بمعنى. فهنا عندنا اوكي، هنا عندنا هذه صراحه هذا السلايد سلايد 18 و13 و14 لحد نهاية الرياكشن الثالث. صراحة هذا اللي هو تأثير البروكسايد افكت هذا اني تركته لان كلش معقد وانا اصلا ما عندي وقت، فسوري. فراح اخلص الفيديو هنا واكمل من الرياكشن الرابع، راح اعبر للرياكشن الرابع اللي هو هذا addition of sulfuric acid.